مساكم الله بالخير وحلقة جديدة مع برنامجكم الراي عشر إلى عشر. موضوعنا اليوم شيق وشائك ومو سهل على غير المختصين. بنحاول قدر الاستطاعة نطرحه بشكل مبسط ليصل مدى إلى أكثر قطاع ممكن من المشاهدين. ما زلنا نعيش في أزمة الحكم الصادر بحبس النائبين الفاضلين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش. كل من النائبين عليه حكم حبس 3 سنوات و6 شهور، وهذا يفقده شرط من شروط الترشح. فقدانه لهذا الشرط من شروط الترشح يؤدي إلى فقدانه المقعد البرلماني حسب وجهات نظر قانونية، وفي وجهات نظر قانونية أخرى قالت لا يفقد المقعد البرلماني ما لم يتم التصويت على ذلك، إن ما يمكن عمل الإجراء بشكل تلقائي، لابد من حركة في هذا الصدد. طبعا الأحكام عنوان الحقيقة، ونحن هنا لا نستهدف الحديث عن الأحكام القضائية الصادرة سواء في حق النائبين الفاضلين بالحبس أو في حق المادة 16 اللي تم الطعن عليها وعلى دستوريتها بعد تصويت أجرى مجلس الأمة وبموجبه قرر الحفاظ على المقعدين للنائبين رغم صدور حكمي الحبس في حقهما. بالتالي ما الحل؟ أمامنا الجلسة القادمة يوم الثلاثاء، أمامنا استحقاق، لابد من النظر إلى هذين المقعدين وحسم ما يخص المقعدين. ماذا سنفعل؟ المادة 16 صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها. مجلس الأمة أصبح عنده يعني استحقاق معين تجاه هذا الحكم. مجلس الأمة كان قد صوت على إبقاء عضوية النائبين. الآن الأمور تغيرت وهناك اختلاف هيحدث. ماذا سيحدث؟ هذا ما سوف نطرحه على ضيفين كريمين متخصصين معروف عنهما الرصانة والإدراك والعلم الدستوري. ضيفيننا اليوم هما الفقيه الدستوري المستشار الأستاذ شفيق إمام. الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ شفيق، الحمد لله على السلامة. هو للتو وصل أثناء الحديث وكنا قلقين عليك جدا. شكرا جزيلا. الله يسلمك. والخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود. ولأن احنا نطرح الأمر على مختصين ولأن احنا ندرك أن الأحكام عنوان الحقيقة، لا نخشى من فتح هذا الباب في النقاش، فنحن نفتحه مع ناس يعرفون أين يضعون مواقع الكلم ويزنون الأمور كما يجب. أيضا احنا نؤمن أن الكويت قائمة على مبادئ واضحة، دستور الكويت قائم على مبادئ المساواة واستقلال القضاء والفصل بين السلطات، الدستور قائم على هذا والمفروض كل سلطات الدولة قائمة على هذا. لكن هل هذه المبادئ الدستورية موجودة معمول بها أم غير معمول بها؟ بعد هذه المقدمة الصغيرة نطلع فاصل صغير ثم نعود ونرحب بالضيفين الكريمين ونبدأ النقاش. نرحب بالضيفين الكبيرين المستشار شفيق إمام والدكتور إبراهيم الحمود. نبدأ معاك دكتور إبراهيم. جدل كبير في الكويت صار بعد صدور الأحكام على النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، ثم تواصل وامتد هذا الجدل على آلية الإجراء المفترض بعد صدور أحكام نهائية على النائبين بالحبس، ثم جدل جديد على
التصويت الذي حدث في مجلس الأمة ثم وفق المادة 16 ثم جدل على الطعن بدستورية هذه المادة والحكم الصادر من المحكمة الدستورية اللي أكد عدم دستوريتها. نبي تعليقك دكتور على هذا الحكم، وشنو اللي تشوفه يعني الآن المجلس أمام، هل هو أمام مأزق؟ هل هذه المادة فضى مكانها لا يوجد بديل؟ هل وبعدين هندخل بالآخر في السيناريو النهائي اللي بنشوفه. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نشكر تلفزيون الرأي، نشكر حضرتك على هذا الاستضافة. ولا شك بأن يعني مثل ما تفضلت بالبداية أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، بس هذا ما يمنع أصلاً وأيضاً في يعني بأن احنا ننتقد الأحكام القضائية. يعني دائماً حتى احنا في بالأحكام نقول بأن الحكم قد فسد في الاستدلال وأخطأ في القانون، فهذا طبعاً ما يعيب الحكم، وإنما هي المصطلحات القانونية اللي تستخدم. هذا مفرداتكم أنت يعني، بس احنا نمشي تحت الساس نخاف من القضاء. ومن ثم فإن وبعدين عادة في المذكرات يعني اللي تقدم إلى قضاة. احنا يعني كفقهاء اعتبر نفسنا كذلك، يعني هذه مصطلحاتنا ما عندنا غيرها، ما نعرف نتكلم. هذا قاموسكم اللغوي. نعم. طبعا لا شك بأن يعني حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية، لا شك بأن المحكمة الدستورية يعني بينت في عدة مبادئ أساسية، قواعد أساسية. فالمحكمة الدستورية منذ البداية قالت بأن يعني المادة 16 موجودة في اللائحة الداخلية، واللائحة الداخلية صادرة بقانون، ووفقا وفقا للدستور مادة 173، وفقا لقانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 73، فأن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها في الرقابة على دستورية القوانين والمراسم بقوانين واللوائح. نعم. ومن ثم فأن اللائحة الداخلية هي قانون صدرت فيه شأنها شأن أي قانون آخر، ومن ثم إذا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية، ولا يوجد ما يمنع المحكمة الدستورية، ولا يوجد يعني ما يستطيع أن يقف في مواجهة المحكمة الدستورية ويمنعها من هذا الاختصاص الذي تستمده أصلا من الدستور، ما هي ما تستمده من أي مكان آخر. ثم بعد ذلك حكمت المحكمة يعني ذكرت المبادئ بشكل تفصيلي، وانتهت بالنهاية بأن يعني تصويت مجلس الأمة وفقا للمادة 16 على إسقاط أو عدم إسقاط العضوية بالرغم من مخالفة ذلك في قناعة المحكمة، يعني مخالفة ذلك للمادة 82 يبين لنا بأن هناك في نوع من الاعتداء من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، باعتبار أنه يعني كأن مجلس الأمة لم يفعل آثار الأحكام النهائية، سماها سواء كانت أحكام هذه يعني جنائية أو مدنية، بس المهم أن فيها حكم نهائي، فإذا الحكم النهائي هذا لا أثر، فكان يتعين على البرلمان أن يحترم هذا الأثر للأحكام النهائية ويعمل مفعولها، بمعنى أن يعلن مباشرة دون حاجة إلى تصويت، دون حاجة إلى أي شيء، خلو المقعدين، لأن قد حكموا بعقوبة جناية كما نصت في المادة 82 صراحة. هذا قناعة، وحكمت بالنهاية المحكمة، قالت شنو؟ قالت حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية وما يترتب على ذلك من آثار. هذا الحكم. طبعا المحكمة في داخل قد وجهت مجلس الأمة وقالت بأن على المجلس دون إبطاء ودون يعني تأخير ودون مش عارف ايش على ان ينفذ الحكم او ان يبين ذلك، وان العضو يعني كان يوحي بان العضويه لم تعد موجوده اصلا. وانا اعتبر هذا من الناحيه الفنيه، من الناحيه القانونيه، هذا يعتبر تزيد، الكلام كله هذا تزيد. احنا يهمنا في الاحكام الدستوريه اللي هو منطوقها، منطوقها يقول حكمت المحكمه بعدم دستوريه الماده 16 وما يترتب على ذلك من اثار. ما هي الاثار التي تترتب؟ هذا هو السؤال. ما هي الاثار التي تترتب؟ هل يعني التطبيق الحكم بأن المادة 16 قد أزيلت، ومن ثم فإن لم يعد هناك أي وجود لهؤلاء لهذين العضوين، ومن ثم يعلن المجلس خلو المقعد هكذا أوتوماتيكيا، أم إنه أمر آخر؟ في الحقيقة يتعين علينا أيضا أن نقول بأن المحكمة الدستورية ليست محكمة عامة، ومن ثم فإن القاضي الدستوري غير عن القاضي العادي. القاضي العادي لازم يحكم، إذا ما حكم سوف يتهم هذا القاضي بأنه قد أخل بالعدالة. أنت اللي ترى أن كان المفروض المحكمة الدستورية
تقول دستوري او غير دستوري وقالت هي كذي. فاحنا دائما كفنيين كقانونيين وايضا بالنسبه للسلطات يعني السلطه التشريعيه مجلس الامه وباكر الحكومه يتقيدون بالمنطوق، ما لهم شغل بالكلام اللي داخل هذا، هذه حيثيات المحكمه تشرع فيها شيء، بس المنطوق هو الواجب التنفيذ. بس لكن ايضا يجب علينا يكون في علمنا ان وهذه المحكمة قلت أنا هذه محكمة خاصة والمحاكم الخاصة يعني القاضي ما يعتبر ناكر للعدالة إلا إذا ما حكم في شيء معين، هو يتقيد بقانون إنشائه ويعني يتقيد بالمادة 73 من الدستور ويتقيد بقانون إنشائه ما يتعداه. قانون إنشائه شو يقول؟ إنشائه كمحكمة دستورية. محكمة دستورية لها اختصاص على سبيل الحصر. المحكمة الدستورية تختص في حسب المادة 73 اللي هو عدم دستورة القوانين واللوائح فقط نقطة. زين أضاف لها القانون رقم 14 لسنة 73 تفسير الدستور هذا إضافي، ثم بعد ذلك دخل معاه المراسيم بقوانين والطعون الانتخابية فقط. آثار الأحكام شنو أثر حكمها؟ أثر حكمها ليس كأثر الحكم العادي، يعني في خلط قاعد يصير في بعض الناس يقول لا المحكمة قالت وما يترتب على ذلك من آثار، إذن أوتوماتيكيا المادة 16 سقطت، فإذا التصويت سقط، إذا ما عاد لهم وجود هؤلاء العضوين وثم تخلو كراسيهم. أنا بقول لا، شنو الآثار؟ الآثار بينتها المادة 6 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية. هي تقول إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة فإنه يجب على السلطات المختصة، هذا هو الأثر واحد، يجب على السلطات المختصة أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتصحيح المخالفة. نعم. اثنين، وعليها تسوية الآثار بالنسبة للماضي. إذن هذا هو الأثر. إذن على مجلس الأمة الآن تنفيذا لهذا الحكم شو يسوي؟ أن يصحح الآثار. شلون يصحح النص؟ يعيدون يحطون نص ثاني بدال المادة 16 لمواجهة هذا الموضوع. والأمر الثاني تسوية ما ترتب من آثار، يعني مو معناته أوتوماتيكيا العضوية قد أزيلت، لا يجوز أن نقول هذا الكلام. العضوية لا تزال أوتوماتيكيا أصلا بأي صفة من الصفات، لأن الأثر ليس كأثر الأحكام العادية اللي تستخدم المحاكم المدنية والتجارية والجنائية، لا هذا أثر المادة 6 بينت، قالت أثره تصحيح المخالفة من ناحية وتسوية ما يترتب على ذلك من أثار، بدليل أن الحكم الذي صدر قبل عام 2012 بعدم دستورية مرسوم الحل عدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة، زين كان في قوانين قد صدرت، مو بس الحين قرار برلماني، كانت قوانين قد صدرت وتم معالجة أمرها وتم اعتماد آثارها بالنسبة للماضي، لأن اللي يحكم آثار الحكم الدستوري هذا نص المادة 6. لا نستطيع أن نضيف كلام آخر ونفترض من عندياتنا أوتوماتيكيا ما يصير في شيء، لا ما في شيء اسمه أوتوماتيكي، حتى في الأحكام الإدارية أصلا، يعني لو موظف الآن مثلا على مثلا تنفصل من الخدمة أو أنه لم يرقى إلى آخره وصدر له حكم تمييز بالنهاية بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار، يعني أوتوماتيكيا يرجع مكانه بالنهاية، لازم من إجراء من هذا نعم ومن ثم تنفيذ. إذن حكم المحكمة الدستورية يكون ب تصحيح المخالفة، يعني مرة ثانية يرجع لمجلس الأمة بأن يعدل المادة 16، والشيء الثاني يسوي الآثار اللي تمت بالماضي، والآثار اللي تمت بالماضي أن التصويت قد تم ولا يمكن الآن نصوت مرة ثانية بأي صورة من الصور. أعطيتنا جرعة مكثفة دكتور، بل أكثر من ذلك الحصانة ردت والحصانة ردت، أنت قاعد تفجر كل شيء مع بعض، والحصانة رجعت. إنزين أستاذي، ما أبي أقول لك سمعت اللي قاله دكتور إبراهيم الحمود فيما يخص، بس أنت سمعت وأوجه لك نفس السؤال، تعليقك على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتصويت الذي أجراه مجلس الأمة في 30 أكتوبر ورفض في هذا التصويت إسقاط عضوية النائبين رغم صدور حكم نهائي بات بتجريم النائبين وحبس 3.5 سنوات اللي هي أعتقد تدخلهم في يعني فقد صفة أو فقد الشروط الترشيحية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بوجه الشكر للقناة
والحقيقة هي بترسخ وحدة هذه الأمة ووحدة المجتمع الكويتي. جميل. إن أنا لثاني مرة بلتقي بحضراتكم في شأن من شؤون البلد ومن شؤون الحكم، وده يعني واجب علي. وحضرتك عندك من الخبرة وأنا ما قدمت إلى هذا البلد إلا لكي أساعد وأعاون، والبركة في أهلها بالتأكيد يعني. بالتأكيد أكيد البركة. أيوة. والمرء حيث يثبت لا حيث ينبت، وحيث يوجد لا حيث يولد. جميل. وبشكر كمان سعادة الأخ جاسم مدي اللي وعدني بأنه هيعمل حلقة بمناسبة عيد الدستور اللي هو يناسب 29 يناير مش 11. جميل، أنت من عشاق الدستور. أنا اللي أعرف عنك 29 يناير مش 11. احنا نسجل التاريخ 29 يناير، أول اجتماع لمجلس الأمة. جميل. لأن الدستور نص في آخر بدله على أن يعمل به من تاريخ أول اجتماع لمجلس الأمة، وده له دلالة كبيرة عندي. يعمل بإيه؟ بالدستور. بالدستور من تاريخ أول اجتماع لمجلس الأمة. نعم. وده له دلالة كبيرة عندي، وهي إنه ما فيش نظام ديمقراطي ولا دستور من غير سلطة تشريعية. نعم. وأنا بقول الكلام ده لأني بدعم السلطة التشريعية رغم اللي هقوله دلوقتي. نعم. أنا متفق مع الدكتور إبراهيم. نعم. وبحمل له كل تقدير في مجمل ما قاله، ولكني بختلف معه في حاجات صغيرة كده. لنرجع إلى المادة 16 دي، نشأتها وأساسها الدستوري. لأن هذه المادة حيرتني وحيرت الجميع، وهي مثار جدل بالفعل، كما لو كانت نبتا بغير جذور في الدستور. لا. اختصاص مجلس الأمة بالفصل في فقدان شروط العضوية اختصاص أصيل لمجلس الأمة من الدستور، من الدستور نفسه وليس زي. من اللائحة. نعم. وبستدل على هذا بأمرين اثنين: نص دستوري صريح. نعم. وقرأه المشرع عند إصدار قانون المحكمة الدستورية قراءة صحيحة. نعم. وغابت عننا هذه القراءة عندما دخلنا في جدل دستوري حول عدم دستورية هذه المادة. ما هو النص الصريح؟ هو المادة 95 من الدستور، المادة 95 لها دلالتين. الدلالة الأولى المستفادة أصالة من النص هي أن مجلس الأمة يفصل في صحة انتخاب أعضائه. نعم. يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية. ومن هنا صدر القانون رقم 14 لسنة 73 بإنشاء المحكمة الدستورية، وعهد إليها بالاختصاص بالفصل في طعون أعضاء، في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة. نعم. القراءة الصحيحة بقى اللي أراها المشرع عند إصدار هذا القانون، ويختص تنشأ محكمة دستورية تختص بكيت وكيت، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم. أو بصحة عضويتهم. أو دي تعني المغايرة. يعني أنت تقصد عدم وجود استقلال كل طعن عن الآخر في الحالتين، استقلال كل طعن عن الآخر، يعني أن هي مختصة بالنظر في سلامة العضوية بغض النظر عن
انتخابات ارتباطها بتاريخ الانتخاب. وحاول ده ليه؟ أنا بقول هذا ليه؟ لأن المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بعدم قبول الطعن الانتخابي تسلبت من اختصاصها عندما قضت بعدم قبول الطعن لانقضاء الميعاد المحدد في القانون الانتخاب في انتخابات 2016. بس الآن حقول ليه المشرع أو بس هي اللي قالت هذا. شوف حضرتك هي فهي اللي سلبت اختصاص تسلبت يعني أو تسلبت يعني ما تنازلت عن اختصاصها. زين دايما الأحكام بتقول تسلبت. نعم احنا عندنا اصطلاحات كده يعني في المحاكم. والله قاعد اشوف الليلة ليلة المصطلحات والمفردات او بصحة عضوياتهم. نعم المحكمة الدستورية جرت على تطبيق هذا النص بصحة العضوية عندما فقط في البداية عندما تفصل في الطعون الانتخابية فقط. نعم وقالت في حكم صادر لها في الطعن 22/2009 عندما 20 و22/2009 طعنين أقيم من النائبة السابقة رولا الدشتي والنائبة السابقة سيل العوضي. لا متأسف أقيم طعنا على انتخابهم طعنا على انتخابهم. أي سنة كان؟ 2009 2009 طعنا على انتخابهم. كان قانون منحهم اللي يخص الشروط الشرعية كان قانون منحهم الحقوق السياسية قد أضيف إليها فقرة مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والفقرة دي أضافها النائب المحترم السابق الأخ السيد حسين القلاف. نعم وطبعا أضيفت دون أن تحوي تحديدا معينا ايه هي احكام الشريعه الاسلاميه. لان كان هدف الحكومه نعم انها تعطي المراه حقوقها السياسيه تحت اي ظرف. يعني حستكمل اذن حضرتك بس لا دكتور عفوا دكتور انت لازم نبين بان الماده 95 تكلمت الى اختصاص مجلس الامه في الفصل في الطعون الانتخابيه وصحه العضويه ويجوز للمجلس ان يعهد بهذا الاختصاص لاي جهه لاي جهه قضائيه ليس المحكمه الدستوريه. فهو اعطى للمحكمه الدستوريه فاذا كان بالامكان ان يعطي للمحكمه العاديه. فاذا حتى المحكمه الدستوريه في اسمح لي المحكمه الدستوريه في قضائها في الطعون الانتخابيه ليست محكمه دستوريه ابدا وانما هي محكمه عاديه ليست محكمه دستوريه. اسمها المحكمه الدستوريه بس لكن تقوم بالفصل وفقا لاحكام الطعون الانتخابيه ويقصد بصحه العضويه يعني صحه العضو المنتخب لان قد يصير صحه العضو المنتخب ما هو وقد يصير قد يصير وهو قد يطرح ابدا وجهه نظر ابدا قد يصير في او لا لا لا, لا او يعني قد اسمح لي لان قد يصير الطعن بعمليه الانتخابيه دون ان توجه الى 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 الى, طيب. إلى, إلى صحه انتخاب احد الاعضاء بس يختلف الامر في اسقاط العضويه. يا ريت يكمل كلام الدكتور وبعدين هتاخذ وقت. استاذن الدكتور ابراهيم نعم الا يقاطع بعضنا البعض. ما قاطعت دكتور بس هذا مبين هذه النقطه الحقيقيه. ما قريت الماده 95 كامله دكتور. نسجلها لا لا ان شاء الله. الماده 95 لازم تنقرا كامله لان هني الاختصاص في طعون الانتخابيه وصحه العضويه قاعد يقصد فيها بالعمليه قاعد يقصد فيها بالعمليه الانتخابيه بدليل ان قاعد ان قاعد ان قاعد ان حدده بمدد معينه اللي هي المدد اللي طيب. كانت منصوص عليها بالنسبه لمجلس الامه اللي في اللي يقصد في الطعون الانتخابيه. الجدال بهذا على هذا ان شاء الله لا ان شاء الله لا ان شاء الله حضرتك تكمل دكتور انا بس كمل كلامه تكمل كلامك ان شاء الله. انا ما اتكلمتش لسه ولا حكيت حاجه خالص. طيب انا لسه بادئ استاذ شفيق نطلع فاصل دقيقه ونرجع بعد الفاصل نتكلم معاكم. أستاذ شفيق توقفنا 95 نعم. سأقرأها مرة أخرى كاملة كما قرأتها أول مرة. طيب يفصل مجلس الأمة
في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويجوز بقانون أن يعاد بهذا الخصاص إلى جهة قضائية. قال المشرع هذا بهذا الاختصاص وهو بصدد إنشاء المحكمة الدستورية إلى المحكمة الدستورية. نعم. وكان ممكن يقف النص الوارد في المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية على أنه في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس أمة وبس، وفي غير حاجة إلى نص تشريعي عشان يفصل أيضا في توافر شروط العضوية، لأن دي مسألة أولية. نعم. إذا طعن مع في الإجراءات الانتخابات بأن هذا الشخص غير مؤهل لأن يكون عضوا في مجلس الأمة لفقدانه شرط زي القراءة والكتابة، كان ممكن المحكمة الدستورية تقول دي مسألة أولية لازم أفصل فيها، مش بس في صحة إجراءات الانتخابات. طيب. دون نص تشريعي. إنما كونوا يضيف أو بصحة عضويتهم قاصدا من ذلك أنه إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية يمكن لها أن تفصل من خلال طعن انتخابي أيضا. نعم. طيب أنا بس أكمل بعد إذنك. لا أحسن كفاية مقاطعة واحد، حتبقى أنت وهو علي. لا لا احنا بس كتير. في نقطة تخص انه كان في طعن انتخابي والمحكمة رفضته. معلش اكمل بقى الاول هنا انزل. وبعدين ننتقل للطعن الانتخابي. ده الدليل الاول عندي. نعم. ان المشرع في سنة 73 قرأ النص قراءة جيدة وفقد الشيء لا يعطيه. اذا كان الدستور مداش لمجلس الامة حق الفصل في صحة عضوية اعضائه ما كانش عهد بهذا الاختصاص المحكمة الدستورية القانون. نعم. القانون 14 عندما عهد بهذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية إنما تلقاه من المادة 95 التي أعطت هذا الاختصاص الأصيل طيب لمجلس الأمة. ليه أنا بقول كده؟ أيه؟ ده أنا بعزز بالعكس، بعزز من وجهة نظرة بأن الاختصاص الدستوري أصيل لمجلس الأمة. أيه؟ بموجب المادة 95 من الدستور. ولا تقاطعني يا دكتور إبراهيم، لا ما طلابي وتقديري لك، بس بيقول لي إن عنده تعقيب. لا معلش تعقيبه ما خلص. إيه هناخذ تعقيبه ما خلص. يلا تعقيبه ما خلص. المحكمة الدستورية جرت في كل أحكامها إيه؟ على إنها بتفصل مع الطعون الانتخابية في صحة عضوية الأعضاء. وجت في حكم لها في 28/10/2009. نعم. في الطعنين 20 و22/2009 أما طعن أمامها بعدم اختصاصك بالفصل في صحة العضوية، قالت لا أنا مختص لأن أنا بصدد طعن انتخابي. والمجلس لا يستأثر، دي العبارة استخدمتها المحكمة الدستورية كمحكمة موضوع، والمجلس لا يستأثر بالفصل في صحة عضوية أعضائه إلا بعد أن تكون قد ثبتت عضويتهم في الطعون الانتخابية المقامة أمامي. فالمجلس يستأثر؟ قالت هذا تأكيدا لسلامة المادة 16، ده رأيي، تأكيدا لسلامة المادة 16 من أي عوار دستوري. وحقول لي المادة 16 سليمة. نعم. المادة 16 نشأتها ايه؟ الدستور لما صدر في 11 نوفمبر 1962، وصدر بعد يوم واحد في 12 نوفمبر قانون الانتخاب. قانون الانتخاب كان فيه المادة 50، فالمادة 50 من قانون الانتخاب سابقة على المادة 16. أي. طيب كانت بتقول
إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية يعلن يعلن المجلس بقرار منه فقد شروط العضوية، وكانت أغلبية عادية يعلن المجلس بأغلبية عادية، أغلبية عادية أدام قال يعلن من غير أغلبية خاصة فهي أغلبية عادية. نعم. إنما ما جت صدرت اللائحة الداخلية بعد 6 أشهر، خلي بال حضرتك المجلس التأسيسي هو اللي أقر الدستور، هو اللي أقر قانون الانتخاب. إيه. وبعدين كان في أعضاء من المجلس التأسيسي كثيرين. نعم. في أول مجلس تشريعي. وهم اللي أقروا اللائحة الداخلية اللي فيها المادة 16. بس الحقيقة ظهرت هذه المادة بضمانات دستورية هائلة. هائلة. اللي هي المادة 16. 16 من اللائحة. أولاً ممكن نتوقف دقيقة بس. عندنا أوكي. اتصال الكنترول. ألو. ألو. يا هلا. يا هلا حياك الله استاذ. دكتور نواف الياسين. يا هلا فيك. حياك الله. تفضل دكتور. أنا أعتقد أنت متابع ويانا مجريات الحلقة ولا نوجه لك أسئلة؟ أنا متابع وعندي تعليق عام على يعني ما طرحته بس سمحت لي. إيه تفضل. من تقدم بالطعن بعدم دستورية المادة 16 هو أنا، وكان نعم. تأسيسي الطعن مش على إبطال العبوية، كان تأسيسي في الطعن هو عدم دستورية المادة 16. نعم. إحنا لازم نفرق بين مسألتين، لازم ايه؟ نفرق ما بين عدم دستورية المادة 16 ايه؟ وما بين إعلان الخلو. اللي بحاول أوضحه التالي. اولا مثل ما قال الدكتور او الاستاذ شفيق امام، نعم. قانون الانتخاب صوت عليه من المجلس التاسيسي قانون 35. ايه قانون 35 اتى بتفويض دستوري وفق نص الماده 82. هذا لا مو صحيح الكلام. فهو احد القوانين الاساسيه الكلام هذا التي تعلو درجه عن القوانين العاديه. نعم. اثنين، مادة 2 من قانون الانتخاب تقول يحرم من الانتخاب عددة الحالات ومنها المحكوم بعقوبة جناية. مادة 50 من قانون الانتخاب تقول تسقط العضوية وعلى المجلس أن يعلن السقوط، أي أن السقوط سقوط العضوية في حالة تخلف الشرط يكون بحكم القانون وليس بإرادة المجلس. أتت المادة 16 نعم. ثم قررت لا تسقط العضوية إلا بإرادة المجلس. ذهبنا للقضاء الدستوري وقلنا أن المادة 16 قيدت نصا مطلقا محالا من المادة 82 وتركت إرادة إسقاط العضوية للنواب. أتت المحكمة الدستورية وقررت في حكومها 6/18، وبالمناسبة الأسباب مكملة للمنطوق، والمحكمة الدستورية في حكم سابق قررت كذلك أن تفسيرها للنصوص الدستور ليس من باب الإسراء القانوني، إنما تفسيرها ملزم لجميع السلطات. وكذلك قررت المحكمة الدستورية أن أحكامها ليست خيار للسلطات العامة، إنما ملزمة لجميع السلطات وجميع من يوجه لهم النص بعدم دستوريته. فالمسألة ليست اختيار. طيب دكتور محكمة عندي الدستورية جدية ايه؟ بسيطة بس. المحكمة الدستورية لما قررت عدم دستورية المادة 16 قررت أن النواب بمجرد صدور حكم التمييز البعث هم ليسوا أهلا للوظيفة النيابية بقوة الدستور. كلامك هذا وهذا الكلام ليس كلام متروك فيه الخيار لمجلس الأمة. أما الإعلان فهي مسألة أخرى. أنا اليوم أبي نفرق ما بين حكم المادة 16 التي علقت سقوط العضوية على التصويت بأغلبية معينة وما بين الإعلان. هذا اللي قاعد أسرده الحين هذا هو القانون. أما الاجتهادات الفقهية فهي مسألة أخرى ومحل أخبرد. اليوم نص المادة 50
هو الموجود والقائم نص المادة 18 من لاحق هو نعم. الموجود والقائم ليس أمامنا نص المادة 16 لأنه قضي بعدم دستوريته. ما هو الأثر لقضاء بعدم الدستورية؟ الدكتور عثمان عبد الملك، الدكتور عادل الطبطبائي، المادة 173 تقول يعتبر النص كأن لم يكن، أي كأن لم يوجد ابتداء. هذه مسألة الرجعية. طيب هذا الرجعية من وضع النص أصلا؟ الرجعية تكون من تاريخ النص من 63. ما يأثر، ما لا تأثير هذا الكلام. في حالات أخرى ساعات يبطل البرلمان بالكامل أو شيء، تبقى آثاره قوانينه. هني هذه تلغي المسألة من أولها. المحاكم جاءت في عدة أحكام وتكلمت عن مراكز القانونية المستقرة. يعني مثلا لما أبطل المجلس في 2012 تكلمت عن القوانين طلعت، وقبل هذا أيضا في 2004 عندما يعني أبطلت المحكمة الدستورية إحدى التشريعات، قررت مثلا فيما يتعلق بالأحكام الصادرة من القضاء، وهني احتجت في مسألة حجية الأحكام. إحنا الحين قاعد نتكلم مش عن سقوط العضوية، أنا قاعد أتكلم الحين عن المادة 16. المادة 16 عندما قرر المشرع عدم دستوريتها راح قرر الحكم الدستوري ان هالنواب ليس لهم صلاحية لممارسة العمل النيابي. قررت نصا ليسوا اهلا بحكم الدستور لممارسة العمل النيابي. بهالحالة يعني نص اللائحة كان غلط ولا التصويت اللي ادوه النواب هو اللي كان غلط؟ اذا قلنا يمكن حملوا المادة اكثر مما تحتمل. إذا قلنا التصويت أو التطبيق كان خطأ فإحنا مش أمام نزاع دستوري. أي. المحكمة الدستورية فصلت بعدم دستورية المادة. المحكمة الدستورية فصلت بأن هذه المادة غير دستورية، وعندما يقرر القضاء الدستوري أن هذه المادة غير دستورية فهي غير دستورية، ولا يستطيع لا السلطة القضائية ولا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية ولا المحكمة الدستورية ذاتها أن تعدل اليوم وتقول إن وإن المادة 16 هي مادة دستورية. قضي الأمر، لا رجعة ولا تأويل ولا طعن، حكومها نهائي لا يقبل لا أي وجه من وجه الطعن. طيب المادة 16 غير دستورية. واللي ترى في الجلسة القادمة، هل تخلى المقاعد تلقائيا، المقعدين يتم إخلاءهم تلقائيا، أم بالتصويت أم بالأغلبية العادية؟ المسألة واضحة وروح الشمس في رابعة النهار. لا يوجد من ضمن أعضاء البرلمان اليوم النائب وليد الطبطبائي أو جمعان الحربش، هم ليسوا نوابا بحكم حجية الحكم القضائي، حجية قضاء التمييز. أما الإعلان عن خلو المقاعد فهو إعلان يتم من خلاله البدء بالإجراءات للدعوة لانتخابات جديدة. هل الإعلان يطلع يخرج بالإرادة المنفردة لرئيس المجلس؟ الإجابة لا. الإعلان يخرج بإرادة المجلس، بمعنى أنه يصدر قرار والقرار يصدر من المجلس، فيعمل نص المادة 97 من الدستور بالأغلبية العادية، يعرض الأمر على المجلس، ومن ثم يقرر المجلس الإعلان وتبدأ إجراءات نص المادة 18. بس الفرضية لو أن المجلس رفض الإعلان، هل يعود النواب مرة ثانية السابقين نواب؟ لا، مسألة العبوية انتهت من غير رجعة اليوم. احنا قاعد نتكلم عن إجراء مترتب ما بعد انتهاء عبوية. عندنا الدكتور إبراهيم الحمود لا يتفق معك في ذلك، كان يقول راجع عضويتهم وحصانتهم أيضا. طبعا هذا الكلام غير صحيح. أنت كلام غير صحيح، لأنه مش اجتهاد شخصي. أنت اللي كلام غير صحيح. هذا الكلام موجود في هو كلام غير صحيح. هتاخذ وقتك. هذا الكلام موجود في حكم المحكمة الدستورية، فهو ليس محل نزاع بينه وبين الدكتور واحترام حق شخصه. المحكمة الدستورية تقول هؤلاء ليسوا نواب بقوة الدستور، فلما المحكمة الدستورية تقرر هذا الكلام في حيثيات حكمها فهو كلام ملزم. ليش الكلام هذا ملزم؟ لأن المحكمة الدستورية في 2011 قررت أن تفسيراتها للنصوص الدستورية هي تفسيرات ملزمة، وايضا ما هو صحيح التعامل مو صحيح. ما قررت
وهو ما قررت المحكمة لم تصدر حكم، وإنما كان قرار تفسيري في فرق بين الأحكام القضائية والقرارات التفسيرية. هذا ما يصير، هذا الخلط. هذا هي نجد أن الأسباب مكمل المنطوق وهي يسترشد بها. فاليوم ما حد يقدر يقول أن الأسباب في قضاء محكمة في المحكمة الدستورية نرى أن النتيجة هي بمعزل عن الأسباب ومعزل عن الحيثيات. نحن نستمد من القضاء الدستوري هذه المبادئ سواء في المنطوق أو في الأسباب. اسمح لي، أنا شاكر جدا لك دكتور نواف، وخلك متابعنا. نحتاج نطلع فاصل من الكنترول مو عن شيء، وهنرجع ونكمل إن شاء الله. دكتور إبراهيم الحمود، كان عندك تعليق على كلام المستشار شفيق إمام، وكان عندك تعليق على كلام الدكتور نواف الياسين. نعم، المايك معك. نعم، احنا بالبداية طبعا بس نبين يعني احنا نجل ونحترم لا شك يعني الأستاذ شفيق إمام. نعم، ولكن أيضا لازم نبين بأن المادة 95 من الدستور نصت على اختصاص مجلس الأمة في الطعون الانتخابية نقطة، ويجوز للمجلس أن يعهد بهذا الاختصاص إلى أي جهة قضائية. فقرر مجلس الأمة في عام 73 بأن يعهد اختصاصه في الفصل في الطعون الانتخابية نقطة. نعم، إلى فالتفسير اللي حطه أو نعم، بل إن المحكمة الدستورية قالت نفسها في حكمها اللي في 2009 يتكلم عنه، و2012 قالت بأن المقصود بمصطلح صحة العضوية الوارد في قانون المحكمة الدستورية هو صحة العضوية أثناء الطعن الانتخابي في الانتخابات، ليس نعم. سوى ذلك. ودستور هذا من ناحية، من ناحية ثانية أن قانون الانتخاب يعني واللائحة الداخلية قد وضعت من المجلس التأسيسي، فأيضا هذا الكلام اللي قاله الأستاذ الدكتور نواف مو سليم. صحيح صحيح المجلس الدستوري، بس المجلس الدستوري كان هو مجلسين بنفس الوقت، وهو كان سلطة تشريعية وبهذه الصفة قد صدر، وليس باعتباره مجلس تأسيسي. هو كان لأنه هو كان هذه الفترة كان فيها دستور مؤقت لدولة الكويت، وكان المجلس التأسيسي هو هو هو, هو البرلمان الكويتي أو هو نعم. مجلس الأمة. فإذا قد صدر اللائحة الداخلية باعتباره سلطة تشريعية وليس باعتباره مجلس تأسيسي. المجلس التأسيسي له وظيفة وحيدة وهي وضع الدستور ومن خلال اللجنة المنبثقة عنا. هذا أمر زي. أيضا يعني يقول الدكتور نواف الياسين قبل قليل بأن لما الحكم السابق للمحكمة السورية عندما أبطلت مجلس الأمة بالرموتة وقالت بأن القوانين لا قائمة، يقول في مراكز قانونية، كيف يكون في مراكز قانونية؟ شنو اللي يحمي المراكز القانونية إذا كان القانون كأن لم يكن يعني لم يتشكل في يوم من الأيام المركز القانوني؟ يجب نكون احنا واضحين، وما يصير في الحقيقة أن نجتزئ. المادة 16 من اللائحة الداخلية هي استجابة أكيدة للمادة 117 من الدستور، باعتبار أن اللائحة الداخلية حسب نص الدستور هي التي تنظم أعمال المجلس، بما في ذلك كافة المسائل المتعلقة ب تصويت على اسقاط وسقوط العضويه. الماده 16 هذه في الحقيقه بيتكلم عن اسقاط وسقوط، وتتكلم عن مسائل اللي هي توافر الماده 82 شرائطها، وقانون الانتخاب في شيء ثاني ايضا قانون الانتخاب، والشيء الثالث اللي هي الاهليه المدنيه. ماده 16 تناول هذه المسائل برمتها، ويضاف اليها مسائل اخرى. اليوم مثلا اللي يتعرض للذات الاميريه او للذات الالهيه قد يحكم مثلا بحبس سنه، الحبس السنه هذا او سنه ونص، السنه ونص هذه شنو؟ هذا ليست عقوبه جنايه بس، لكن الشخص اي شخص حسب قانون الجزاء هالمره اذا صدر ضد اي حكم في المساس بالذات الاميريه او بالذات الالهيه يفقد العضويه ايضا، لأن ليس من حقه ان يرشح نفسه في يوم من الايام. اذا الماده 16
تشمل هذا مو موجود بقانون الانتخاب الكلام هذا اللي قاعد نتكلم عنه، هذا موجود بالقانون الجزاء. فاذا بالحقيقه الماده 16 تتناول كل قانون، تتناول كل المتخيل من عوارض العضويه. يعني على سبيل المثال، هل اذا شخص من الاشخاص على سبيل المثال قد صدر قرار مثلا بسحب جنسيته، هل هذا الشخص اوتوماتيكيا تسقط عضويته او يعرض على مجلس الامه؟ شخص من الاشخاص لازم يعرض، شخص من الاشخاص إنزل. اسمح لي، شخص من الاشخاص لا سمح الله صار له حادث انقص لسانه، هذا ما يقدر يقرا اللغه العربيه. هذه الماده 32 صراحه على ان يجيد قراءه، هذا ما يعرف يقرا زين. فاذا هل يفقد العضويه اوتوماتيكيا؟ شخص من الاشخاص مثلا فقد اهليته. طيب هل سؤال هنا اعتراض يعني الـ الـ الأبكم أو مثلاً الأعمى ما يحق له يترشح؟ هل يحق له؟ ما يحق له يترشح؟ هل يمكن؟ ما يحق له يصير وزير؟ شفت شلون؟ هذا أسئلة، هذا البرلمان هو اللي يقدر. يعني نفقد الشخص من الأشخاص فقد القدرة الصحية، ما هي معايير فقد القدرة الصحية؟ البرلمان واحد أفلس الآن الشخص المفلس هذا مو من فقد أهليته المدنية، هذا هل يقدر يمثل الأمة يصير؟ إذا هذا القاضي ما يسمح له يروح الجمعية أصلاً، ما يسمحوا له هذا إلا بإذن المحكمة. هذا هل يقدر يمثل الأمة؟ هل المجلس من حقه أن يصوت عليه ويقرر أو لا يقرر؟ فإذا المادة 16 تتناول حالات لا حصر لها. فأنا في رأيي، وهذا في أكو حكم للمحكمة الدستورية واضح فيه، تقول بأن الخلل ليس بالنص وإنما في تطبيقه، يعني مثل نعم الكلام اللي قلنا. نعم هذا في قد يكون التطبيق، تطبيق المجلس. طيب تطبيق مثلا نقرر، هذا من ناحية، من ناحية أخرى أن لا يجوز أن إحنا نفترض ونقول بأن يعني الأعضاء ليس لهم وجود في لحظة من اللحظات من هذا التهاب، هذا ما يجوز الكلام هذا، إنه لازم يكون في إجراء. وبعدين المادة 16 اللي صوتوا عليها مادة هي قانون، وفي دولة القانون تحترم القوانين، ولو كانت القوانين هذه مهما كانت غير دستورية. طيب ما دام احترام القانون طب هذه وما في احترام للقانون في وجود حكم عليهم، هذا بالعكس شلون يعني؟ نعم لا يعني المادة 16 كانت موجودة وصوتها وفقا لها. لا بس عفوا هم اثنين نواب عليهم حكم نهائي بات وحكم يدخلهم في نقص الشروط. هي نعم يعني والمجلس مو راضي. لا مو المجلس مو راضي. طيب هني اخليت بالمساواه. لا مو صحيح. اعطيتهم يعني لا مو صحيح. ظرف استثنائي. لا مو صحيح. مو صحيح. يعني الاحكام القضائيه لها هيبتها ولها احترامها. هذا أي. الحكم يعني عنوان الحقيقه انهم مدانين بثلاث سنوات وستة اشهر، ولكن يعني انت كلامك هذا نعم فزعه خاصه لهم. نعم لا ولا للقانون والدستور. فزعه للبرلمان وفزعه للسلطه التشريعيه. أي. السلطه التشريعيه في حقيقه الامر والواقع دستور دوله الكويت رفع شانها، وان نحن نعتقد بان مبدا الفصل بين السلطات أنزل. لا يعني ابدا بين المساواه بين السلطات. اسمح لي اخذت ما يكفي من الوقت. لازم نوزع دكتور. انت تدري السلطه التشريعيه من يمثلها؟ السلطه التشريعيه يمثلها سمو الامير من ناحيه، ومجلس الامه يعني 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 اللي واضعين الدستور، دستور الكويت هذا العقدي، اللي واضعين الدستور هم ذي السلطه التشريعيه. ومن ثم فان السلطه التشريعيه هذه المهابه، هذه الاهميه. ف لما نقول احنا مجلس الامه سيد قراره مو يعني هو يعني هو فرعون ومتفرع، لا سيد قراره يعني هو الذي يقرر ويتحمل المسؤوليه ضمن نطاق الدستور. نعم فهو وفقا لنطاق الدستور. اسمح لي بس اخر كلمه دكتور. لا اخر كلمه اقولها اخر كلمه بان حكم المحكمه الدستوريه في تنفيذ اثاره وفي ترتيب اثار الماده 6 نطبق. ما يصير احنا نفترض عندنا تاليف نقول بان لم يكن في يوم من الايام موجودين. لا هنرجع للحل في محورنا الاخير. هذا واضح محورنا الاخير هنطرح فيه الحل القادم. لا مو الحل القادم يعني إيه؟ الاثر اللي قاعد معالجه الاثار. الدكتور نواف يقول بان الاثر هو اوتوماتيكيه عدم وجودهم، غير صحيح. كما ان مصطلح اعلان الوارد بالدستور لا يعني الاعلان عن المساله ماديه، بل ان الماده 68 و69 تتكلم عن ان يعلن سمو الامير الاحكام العرفيه بمرسوم، يعلن نعم. سمو الامير الحرب الدفاعيه بمرسوم. واضح بل إن اسمح لي بس ان الماده 89 ايش تقول يعلن الامير بدون ما تحط شنو الاداه اللي يستخدمها، يعلن سمو الامير فض ادوار العقاد العاديه وغير العاديه. بماذا يعلن؟ يعلن بمرسوم. لابد ان تكون في ادوات قانونيه. لازم يكون في اداه نعم. قانونيه مو للاجراءات القادمه. المجلس ليس له وجود. ممتاز اخذت وقت زين دكتور. يلا خل
لا نعطي أستاذنا لا مش بس وقته وقتي ووقت نواف لا 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 أقل أقل لا أقل لا يلا أقل نحط ويحط تايمر شباب كنترول يعني لأن أنا أحط الستوب واتش تايمر ها ما دام أدافع عن البرلمان فيجب أن يكون للشعب صوت أعلى أنا إن شاء الله أنا أخذت وقتك دكتور خالد اتفضل دكتور إبراهيم الحمود في النقطة اللي كان فيها على خلاف مع الدكتور نواف الياسين اللي هي سلامة النص احترامي للدكتور نواف الياسين تفضل وتقديري له تفضل لابد من قرار من المجلس اها شفت في إسقاط العضوية في فقدان شرط من شروط العضوية نعم وأدلل على هذا بما يأتي تفضل المحكمة الدستورية ذاتها في الطعون الانتخابية نعم حاكمت الأحكام الجنائية شلون محكمة التمييز هقول لحضرتك نعم حاكمت الأحكام الجنائية نعم في الطعون الانتخابية نعم كيف حكمتها محكمة دستورية في حكم لها سنة 13 قضت بأن الامتناع عن النطق بالعقاب لا يمنع العضو من الترشح للانتخابات ويكون فوزه في الانتخابات صحيحا مع ان جناية نعم المحكمة الدستورية حكمت بان الغرامة المالية الحكم بغرامة مالية حكم جزائي بغرامة مالية ايا كانت الجريمة لا يمنع الشخص من ان يكون عضوا في البرلمان نعم وكان مجلس الأمة قد سبق المحكمة الدستورية إلى الحالة الأولى اللي هي امتناع النطق بالعقاب في سنة 11 عندما طرح عليها حالة النائب المحترم السابق أو الحالي موجود الحالي تأسف خلف دميسيل العنسي نعم عندما امتنعت المحكمة عن النطق بالعقاب نعم وهي السابقة اللي كان يحتكم إليها بضرورة التصويت فطرح على اللجنة التشريعية نعم كان هناك رأيين رأي الأغلبية بالامتناع عن النطق بالعقاب لا يسقط عضوية العضو جميل وأخذت بهذا الرأي المحكمة الدستورية بعد ذلك تبنته يعني زين الحمد لله لقينا نقاط الالتقاء أكمل بقى تفضل إنما أنا عاوز أقول حاجة وبعدين تقرير اللجنة التشريعية أنا بقول ضمانات الضمانات الدستورية في المادة 16 ضمانات لا حصر لها الحقيقة وضمانات جميلة جدا لأنها ما فيش حاجة اسمها سلطة مطلقة أولا لا المحكمة الدستورية تملك سلطة مطلقة ولا القضاء يملك سلطة مطلقة ولا السلطة التنفيذية تملك سلطة مطلقة كلنا مقيدون بالدستور يا سلام وحول حضرتك يعني أنا عندي مواد الدستور أيه. محكمة الدستورية قالت إيه في لا هل تبي تتكلم في ضمانات المادة 16 ولا هتكلم في ضمانات أيه. المادة 16 الضمانة الأولى أيه. إن أي سبب من أسباب فقدان شرط من شروط العضوية حددتها على سبيل الحصر أولا اللي هي فقدان شروط الانتخابات حق الانتخاب ان يفقد حق الانتخاب اي ان يفقد حقوقه السياسيه ده يترتب عليها استمرار عدم استمرار عضويته نعم ليه لان شروط الماده 82 من الدستور ماده 82 ما قالتش يشترط في من يرشح للانتخابات مع مجلس الامه كيتو 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 لا كان تبقى شروط ابتداء لا دي قالت يشترط في عضو مجلس الأمة يعني شرط ابتداء واستمرار نعم مفهوم فأول حاجة حددت على سبيل الحصر وأضافت المحكمة الدستورية شرط آخر هو حمد السيرة وحسن السمعة نعم فقالت ده لصيق بالوظيفة النيابية التمثيلية لا يمكن أن يكون واحد يعني طرأ حاجة
لم تكن معلومة حتى عند انتخابه تؤكد أنه فقد حمد السيرة والسمعة. بدون حكم؟ بدون حكم. طيب شلون نطبق؟ بدون حكم نعمل مصلحة تشخيص نظام بقى. يعني يعني الدول اللي فيها هذا النص، وعشان كده أنا بطالب إذا عدلنا المادة 16 من اللائحة الداخلية أن يستبعد حمد السيرة وحسن السمعة من استمرار العضوية. أنا رغبه عند بدء الانتخابات وعند انتخابه وعند فوزه في الانتخابات، طالما قدم طعن انتخابي فيه أراقب هذا الشرط. دي محكمة. إنما أن أدي فرصة للأهواء السياسية اللي قد تخالط قرار المجلس، قد تخالط قرار المجلس بإسقاط العضوية، لتفسير ما هو حمد السيرة وحمد وسوء السمعة والحاجات هي تدخل. لا دي لازم تستبعد. طيب من اختصاص هكمل لحضرتك. تفضل. تاني حاجة، الرئيس يحيل الأمر إلى لجنة شؤون التشريعية لبحثه. هذه الضمانات اللي توفرها المادة 16. نعم. بحث. طيب. ثالث حاجة، ألا يتقرر فقدان العضوية أو إسقاط العضوية إلا بمخففة أغلبية أعضاء المجلس الذين يتألف منهم المجلس، مش أغلبية عادية. أيضا يجوز أن يجعل التصويت سريا. النص بيقول كده. هذه ضمانات جميلة جدا في هذا كل ضمانات وفرتها المادة 16 عند النظر في العضوية. وفي ضمانة أخرى، هذا يخلينا ضمانة خسارة راحت. وفي ضمانة أخرى مهمة قوي. في المادة 56 اللي بتحكم سائر أعمال اللجان. المادة 56 بتقول من اللائحة إنه يجب أن يشتمل التقرير على الأسباب التي بني عليها القرار. قرار رفض إسقاط العضوية يجب أن يشتمل على الأسباب. تقرير لجنة جاء خلوا من الأسباب. وهقول لحضرتك إزاي. جاء خلوا من الأسباب، كل ما سببت القرار أو التوصية اللي انتهت إليها اللجنة في تقريرها إن في رأيين، رأي للأخ الفاضل الأستاذ الكبير الدكتور عبد الفتاح حسن والدكتورة عزيزة الشريف بأن سقوط العضوية يقع بقوة الدستور وبقوة القانون، ودي اللي قالته المحكمة الدستورية في معرض أسبابها. ورأي الدكتور الفيلي لا، لابد من صدور قرار من المجلس. وما قالش الدكتور الفيلي انها سلطة مطلقة للمجلس، ما قالش كده ابدا. مش سلطة مطلقة، لكن ابدا، لكن لابد من اخلاء المقعد يتطلب اجراء. لا مش اخلاء، اسقاط العضوية او اسقاط نخلينا في اسقاط العضوية. يتطلب تقدير ايضا في مجال تقدير وتقييد. انا مثلا في عقوبة الجناية قرار القرارات هو قرار المجلس بإسقاط العضوية هو قرار إداري وأيضا عمل برلماني. بس الأعمال البرلمانية تنقسم لقسمين، عمل برلماني في شؤون الحكم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعمل برلماني في شؤون الأعضاء. وكل السلطات هم موظفين دكتور. معلش العمل الاداري. معلش يا دكتور، انت اعلم مننا جميعا، بس ادي فرصه نتعلم منك برضك. تفضل. ونتعلم من رحبك صدرك الرحب يعني. تفضل. فهناك تقدير وتقييد. المحكمه الدستوريه ما قضت بعدم دستوريه الماده 16 قالت لأن المادة 16 خالفت مبدأ الفصل بين السلطات، وخالفت مبدأ استقلال القضاء،
وخلافت مبدأ المساواة بين المواطنين بعضهم وبعض وميزت النائب الذي من حقه أن يخرق القانون وألا يحاسب وألا يساءل. اللي فعل ذلك المادة ولا التطبيق؟ التطبيق. وعشان كده أنا بقول المحكمة يعني كانت مصيبة جدا في هذه الأسباب. نعم. ولكنها حملت منطوق الحكم أو حملت المادة وزر التطبيق الخاطئ لسبب بسيط قالته في بداية أسبابها. المادة 16 بعماراتها العامة والمطلقة أتاحت للمجلس الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات والخروج على استقلال القضاء والتوغل على السلطة القضائية والإخلال بمبدأ المساواة. وهذا في رأيي غير دقيق لسبب: كل مواد الدستور ومواد اللائحة جاءت بعبارات عامة ومطلقة، فالعمومية لا تعيب النص، بالعكس تزينه لأنه يشمل كل الحالات. وحقول لحضرتك حاجة، لأني مش بالضرورة في كل نص تتولاه السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو المحاكم تطبقه لازم أكتب مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات ومع مراعاة مبدأ استقلال القضاء ومع مراعاة مبدأ المساواة. هذه مبادئ عامة مفهومة الكل مش بس كده، دي بنصوص تشريعية مقررة. المادة 100 المادة 50 من الدستور. انزين أنا مضطر، الجماعة اللي فوق هم بتوع الفلوس، فلازم نطلع فاصل إعلاني ونرجع بعد. عفوا شباب فاصلكم. الوقت داهمنا أنا أستاذ شفيق، فاتفقنا بالفاصل نستعجل كثيرا يقوم نظام، عشان بس ما تاخدش وقتي، يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور. نعم. ولا يجوز لأي سلطة نزول عن خصصها المنصوص عليه في هذا الدستور. مادة 51: السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور. يعني السلطة التشريعية فكل شيء وفق الدستور. باستخدامك المادة 16 بتتقيدي بمبدأ الفصل بالسلطات وكل المبادئ اللي ذكرها. فما كان محتاج نحط في المادة 16 بعرف أنا لو عدلت المادة 16 هعمل إيه مع مراعاة أحكام المواد كذا 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 50 و 163 و29 بالدستور اللي هي نحافظ على نص المادة 16 اللي هي المحكمة قالت أسباب العوار الدستوري، وكان خطابها موجه للتطبيق لمجلس الأنبة. نعم نعم. انزين دكتور إبراهيم، الأثر المترتب على صدور الحكم وشنو رؤيتك للسيناريو الأخير أيضا على هنا؟ أنا طبعا لازم نبين أيضا مسألة أساسية. نعم. يجب أن لا نخلط بين التفسير الصادر من المحاكم الدستورية وبين الأحكام القضائية. التفسير لا يصدر بحكم قضائي، وإنما يصدر بقرار، والتفسير يتغير. وإذا كانت المحكمة في يوم من الأيام قالت بأني أنا ما أقدم فتاوي وإنما أنا أقدم يعني قرارات، فإن هذا رأي المحكمة، ولكن يجمع الفقهاء القانون العام برمتهم. وفي رسالة الدكتورة جميلة جدا قدمتها إحدى الزميلات اليوم، التفسير الدستوري هذا متغير، ليش يعني وإلا متغير لأن لها صفة سياسية المحكمة الدستورية، وإلا لا يصبح التفسير تعديل للدستور. إذا صار التفسير هذا ملزم مثل ما يتصور البعض، هذا صار تغيير للدستور، يفسر المادة يعطيها كيان ثاني، يعطيها معنى ثاني، صارت هذه نص دستوري. فلذلك الأثر المترتب مثل ما قلنا، يعني المحكمة الدستورية من اللي يحكمها؟ يحكمها قانون إنشائها.
قانون الإنشاء بين في المادة 6 ما هو الأثر المترتب. قال الأثر المترتب في قال بالنص الواحد الحكم بعدم دستور الحكم الذي تصدر المحكمة الدستورية هذه بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة يوجب على السلطات المختصة أن تبادر فورا إلى تصحيح المخالفات. إذا تصحيح مخالفة المادة 16 هذا واحد. الشيء الثاني أيضا نص المادة السادسة وتسوية ما تم من آثار بالنسبة للماضي. فالمادة السادسة لم تتكلم أبدا عن أوتوماتيكية الآثار اللي قد يتخيلها الإنسان أن أوتوماتيكيا ما عاد تبخروا ذيل الطبطباي والحربش تبخروا ما عاد لهم وجود ما بينون ذيل في يوم من بأثر ماضي من يوم. طيب شو يسوي المجلس؟ مو صحيح الكلام هذا. أنت لو كنت في البرلمان يوم الثلاثاء القادم المجلس ماذا ستفعل؟ المجلس صوت المجلس سبق لأن صوت على المادة 16. المادة 16 كانت قانون إيجابي والقانون الإيجابي كان في وقت معمول فيه. فإذا تم التصويت إذا في هذه الحالة التصويت قد تم وفقا لي صحيح حكم القانون النافذ في تلك الفترة. فأنت ترى أن إبطال المادة 16 لا يبطل التصويت الذي جرى؟ لا أبدا. ليش؟ لأن أصلا المحكمة الدستورية هي قررت وهذا يعني لا يحتاج حتى إلى إقرارها بأن الأعمال البرلمانية برمتها اللي هي القرارات البرلمانية هذه لا تخضع لا من قريب ولا من بعيد لرقابة المحكمة الدستورية. وأنا أقول بأن المحكمة الدستورية حتى لما عرفت القرارات البرلمانية أعطتها قالت بأن أي عمل يقوم فيه البرلمان لا يدخل في عملية التشريع. وقد سبق لمجلس الأمة في الحقيقة قضية كانت معروضة على المحكمة أعتقد في 2012 بأن صوتوا على مرسوم مرسوم بقانون فطعن بالتصويت أمام المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية قالت هذا التصويت على مرسوم بقانون يعتبر شنو العمل البرلماني. أنا ما راقبة المحكمة الدستورية ما تراقب الأعمال البرلمانية. فإذا العمل البرلماني قد تم ولا يجوز المحكمة أن تراقب عمل برلماني. فإذا التصويت تم صحيح انتهى موضوع. فأنت ترى التصويت اللي تم صحيح حكم المحكمة الدستورية بإبطال المادة 16 لا يلغي التصويت. هم صحيح الحكم هذا بأن والتصويت المادة قائم. 16 نعم التصويت قائم. طيب ليش؟ لأن شنو اللي لازم يسوونه يوم الثلاثاء؟ تسوية الآثار. تسوية الآثار كيف؟ هذه المهمة السياسية على مجلس الأمة. فأنت ترى أن عضوية النائبين نعم قائمة ولن ينظر فيها؟ هذا مجلس أمة يتحمل مسؤوليته. قد المجلس يقول بأني أنا صوت ولا يمكن أني أنا أرجع مرة ثانية عن عمل مشروع قمت فيه ولا تستطيع المحكمة أن تلغيه بل هو يعني لا يخضع للرقابة القضائية بأي حال من الأحوال شأن الأعمال السياسية هذا على فكرة. فالمهم أن الآن المجلس عدل المادة 16 بالصورة اللي يراها ثم بعد ذلك يعدل المادة 16 والنائبين يمتلكان العضوية. تم التصويت والتصويت بل إن قائم. انا احط لك في القانون المقارن. شوف القانون لا انا احنا قلنا لا سريع بس انا ابين لك بالقانون المقارن. قلنا هنختصر الماده 26 من الدستور الفرنسي عالجت هذه المشكله لانه صار عنده كان عنده نفس الكويت مشكله صارت. قال في هذه الحاله في حاله الاحكام الاحكام النهائيه بالعقوبات النهائيه وهذه يتطبق عليها اوتوماتيكيا لذلك يعني اللوائح الداخليه يعني كان المفروض وفق الماده 117 ان اللائحه الداخليه هذه تصدر بقرار. ليش طيب. تصدر بقرار المفروض؟ علشان تتعدل لان هذه فيها متغيرات تصير. فلما صدرت بقانون صار تعديلها صعب الان. يعني اليوم تعديل اللائحه الداخليه صعب بينما لو كان صادر قرار برلماني كما نصت الماده 117 يكون افضل طبعا يكون اسهل. طيب. شكرا دكتور استاذ شفيق. انا بس عاوز اقول حاجه مش نتكلم في الأثر المترتب وسيناريو النهاية. أنا مش هتكلم خارج الموضوع يعني. أي لا فضل. أنا هتكلم في الموضوع ذاته. نعم الحصانة البرلمانية طبقا للمادة عاوزين نقرأ المادة 111 مع بعض. طيب لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو أي إجراء جزائي. نعم يعني الحصانة العضوية البرلمانية طبقا للمادة 11 111 تسقط تلقائيا في حالة الجرم المشهود ولا تقوم لها قائمة أبدا. ممتاز. يعني ما هو الجرم المشهود؟ مجرد التلبس، مجرد الشبهات زادت شوية لأنه ضبط في حال التلبس أيه. فما لهوش حصانة عندي أيه. أما يجي حكم صادر
من أعلى محكمة في البلاد وهي محكمة التمييز، ومر بثلاث درجات، درجة أولى واستئناف وتمييز، أقول ده لا يرقى إلى أن يكون جرم مشهود؟ لا، ده جرم ثابت على طريق الجزم واليقين. لا لا دكتور باشا، لا معلش معلش، لا انا هكمل، نعم. انا سبت حضرتك تتكلم في التفسير ومش التفسير وخارج الموضوع. المشهود معروف دكتور، لا 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 مشهود، لا 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 اسمح لي اسمح لي، لا 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 الجرم لا 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 ما بخلطش، انا بخلط. كمل كمل دكتور. انا ابني بقى لي 62 سنه بشتغل في المهنه دي، وانا بقى لي 30 سنه دكتور بالجامعه. كويس، بس انا ضعفك بقى. لا اي بس مش دكتور، انا عاوز اثنين زيك عشان انا مش دكتور بالجامعه، انت مو اكاديمي، انت مش مش اكاديمي لو سمحت، انت مو اكاديمي. لا 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 تحلل كيفك دكتور. الجرم المشهود له معنى، الجريمه المشهوده لها معنى، وهي وهي طيب. وهي التلبس. اما التلبس، ما انا بقول التلبس، ما كانوا متلبسين هؤلاء الاشخاص يا سيدي. فضل يا رجل، ما كانوا متلبسين، ده صادر ضدهم حكم جنائي بات. الماده 111 اقراها عدل، الماده 111 شو تقول؟ انت مش عارف تقراها، انت مش عارف تقراها. ليش؟ لان تقول هي عاوز اكمل بعد اذنك، عاوز اكمل، عاوز اكمل بعد اذنك، بعد اذنك عاوز اكمل. الاو تعني ما تعني، وبعدين يعني الاو تعني سخط لا قاطعك انا، لان الاو تعني مفهوم اخر. انت بتخاطبني من الصبح يا اخي، انا مستحملك. او الحبس، الحبس قاعد يقول لك او الحبس. اي ما عليه يعني الحبس الاحتياطي. لا ابدا ابدا، بالكويت من قال احتياطي؟ ليش تلف من عندك احتياطي؟ ليش تقول كلمه احتياطي؟ وضحت الصوره بالنص، ما قال احتياطي، قال او الحبس. الحبس الاحتياطي ابدا، ما قالش كذا. انت قاعد تفرض من عندك هذا الحبس الاحتياطي، ده عدم تنفيذ الحكم. يا دكتور ما قال حبس احتياطي. انا اخاف اصير طالب عندك صراحه. لا لا، انا ما يصير في الحقيقه هذا لي النصوص. خلي النصوص، انت عملت الويه بالصوت وانا النصوص. انت الويه النصوص ما يصير يا دكتور، ما يصير. كمل يلا، ما يصير نلوي النصوص. اسف اسف استاذ، انا ساكت لانك كويتي. لا مش ساكت، لا 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 والكويتي لا لا والله لا لا، ما عندنا شيء، احنا بلد العداله والمساواه. لا ان شاء الله لا، ما عندنا كذا احنا. هذا اتهام خطير، كلم بس ما تقولش لان انا كويتي. عيب الكلام هذا تقول. لا لا ما عليه، خلصنا خلاص. العيب اللي انت بتعمله، لا عيب انت تعمل كذا، تبين امام الناس لان انا كويتي حجتي لا لا اقوى من حجتك. يعني كلنا أساتذة وقائمين. لو حقك قوية تدي لغيرك يقول رأيه. لا لا لا، إن أنت مش عاوز تدي لحد يقول رأيه. لازم أنا أبين حق الجمهور، هذا الجمهور قاعد يسمعنا، ما يصير إحنا أنت تقول كلام مبتسم. خلي كمل، والله ما عندنا وقت يا جماعة، خلي كمل. حاجي بقى لإيه؟ إيه؟ حكم التمييز ما عجبش اللجنة التشريعية وهي تبحث الموضوع. نعم. وعاوز أقول حاجة مهمة قوي، أما قلت لم تسبب اللجنة قرارها، لأن اللي قالته سلطة مطلق، سلطة أنا أملك السلطة في القرار ولا ما أملكهاش. لا، كان لازم تقولي الحكم الصادر من محكمة التمييز بعقابهم بعقوبة 3 سنين و6 أشهر ده يلحقه عقوبة تبعية ترتبط بالعقوبة الأصلية تماما. ايه هي العقوبة التبعية؟ العقوبة التبعية هي اسقاط العضوية، هي حرمان من حقوقه السياسية، دي عقوبة. ازاي انا مجلس امة اتدخل والغي عقوبة؟ هو ما الغاها، يمكن اجلها. لا ده الغاها، لا ما الغاها، لا ده الغاها. اما يقول تبقى عضويتهم الغاها، وبعدين مين اللي حيمر؟ طيب يا اخوانا يعني خلينا نتكلم بالعقل. حكم صادر بحبس 2 مواطنين ايا كانت صفاتهم، نعم، هم يخضعون للقانون سواء بسواء مع سائر المواطنين. نعم. لو امتنعت السلطة التنفيذية وزارة الداخلية عن تنفيذه، يجب عليك انت يا مجلس أمة تسائلها مسؤوليتك تنفيذ الأحكام القضائية، المادة 167 من الدستور بتقول على النيابة العامة متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واحترامها. يا سيدي الفاضل، ده أنا حد جاب لك مسأل أو مسألين. أما الحرب العالمية الثانية، أما محكمة أصدرت حكم بمنع الطائرات من التحليق فوقها أثناء المداولة، أي ذهب وزير الحرب إلى تشرشل رئيس مجلس الوزراء، ده كانت
كل حاجة دكت في انجلترا. نعم. وراح محتجا. قال له المحكمة قررت منع الطائرات الحربية من التحليق، وده مطر مطر جنبها. قال له لينفذ الحكم ولو خسرت بريطانيا الحرب. نعم. لأن أن تخسر أن تخسر بريطانيا الحرب يوم لنا ويوم علينا، إنما أن يساء إلى قضائها واحترامه لا، دعار سوف يلحق ببريطانيا العظمى مدى الحياة. ونفس الأمر عندنا. نضطر نطلع فاصل مرة ثانية جماعة الفلوس، طلعونا فاصل يا جماعة. عدنا من جديد ومعانا اتصال. كنترول يقول لي معانا اتصال. يا هلا استاذ. يا هلا. دكتور. هلا معك. هلا فيك. انا اسمح لي اعقب. ايه بس سريع تكفى لان الوقت طيب ما بقى الا 8 دقائق. انا بحاول وبوزعها بالتساوي ان شاء الله. بحاول اوضح باختصار. نعم. انا كمشاهد اليوم امامي خيارين، يا أني أتبع الآراء الفقهية المحترمة المبجلة، يا أني أتبع ما قرره نصوص الدستور وما أقرته المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية المختصة بالفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح والمفسرة لنصوص الدستور وفق نص المادة 173 وفق نص الحكم التفسيري اللي صدر في 86 واللي قرر اختصاصها التفسيري هو منبع الدستور والمذكرة التفسيرية. أولا، هل التفسير والشرح في الأحكام وبيان القواعد القانونية ملزم؟ تقول المحكمة الدستورية في حكم 2011 أن آرائها ليست مجرد الإطراء القانوني، لما يقصد بها الكشف عن دلالات النص الدستوري مع مراعاة سياقه في ظل النصوص وتحديد مفهومة تحديدا جازما حاسما بقرار ملزم للكافة نافذ في جميع السلطات، في شأن جميع السلطات. هذا حكم، هذا مو رأي نواف الياسين. اثنين، هل الحكم الدستوري رجعي ولا مو رجعي؟ المحكمة الدستورية نص في 2013 مو حكم، هذا قرار. الدكتور إبراهيم يقول هذا مو حكم، قرار. أنا الحين قاعد أشرح له الدكتور هذا قرار، هذا قرار تفسيري حق المواد 100. قرار تفسير مو حكم. في فرق. القرار التفسيري المحكمة الدستورية دكتور قرار تفسيري، بمعنى قرار تفسيري ليس بحكم قضائي لا يذيل بالصيغة التنفيذية، وإنما هذا رأي من آراء المحكمة محترم معتبر مجلة، ولكنه رأي يقبل عكس. ما تقاطعني دكتور عشان بكمل. قل على نقطة. تفضل دكتور نواف. الرأي الآخر عطنا فرصة دكتور نعبر عن رأيك. أعطيك فرصة. تفضل دكتور. المحكمة الدستورية تقرر، هي المحكمة الدستورية، أن قراراتها التفسيرية بما توصلت إليه من دلائل ملزمة، ورجع حق حكمها قرارها التفسيري في 86، وهذا المسألة قضت فيها المحكمة الدستورية بالتفسير، بينت أن تفسيراتها ملزمة. وهذه مسألة تفسير، هذا يبقى تفسير يا أخي، مو حكم. هذه مسألة تفسيرها للنص تفسير ملزم. تفسيرها للنص ملزم. لا لازم نبين، ما في شيء اسمه تفسير ملزم. تفسير غير التفسير. لا لا جايك. طيب دكتور، هذا اجتهادك وهذا نص قانوني موجود. ارجع نص قانوني جايك إن شاء الله. قاعد أقول لك قرار تفسير رقم 30 2011. هذا نعرف التفسير، قاعد أقول قرار. قرار التفسير ملزم دكتور. خل عشان نقدر. خلنا نكمل. تفضل. طيب، هل قرارات هل المحكمة الدستورية لما تطلع أحكام هي رجعية ولا مو رجعية؟ وشلون نفهم الرجعية؟ في 2013 قالت المحكمة الدستورية نصا، وإن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا المرسوم أو القانون أيا كان باعتباره كأن لم يكن إعمالا لأثر المترتب على المادة 173 من الدستور، وأن مقتضى قضائها في هذا الشأن هو زوال
منذ نشأته وتجديده من قوة نفاذه. هذا ما راح يختلف عليه القانونية التي ترتب على دكتور ما هي آثاره. تسمعنا دكتور أنت بدك الآن ولا دكتور نواف؟ ما يصير. عندي سؤال دكتور نواف اتفضل. آخر نقطة لو سمحت. آخر نقطة بس. المحكمة الدستورية 2006 نصاً تقول كأثر حتمي، تقول يفقد العضو شروط العضوية كأثر حتمي لحكم القضاء البات على الرغم من انعدامه أصلاً وعلى المجلس، ولا يوجد أي مجلس أي تقدير في هذا الشأن بعد أن أضحى عضو مجلس الأمة غير أهل غير أهل غير أهل لعضوية مجلس الأمة بقوة الدستور. طيب هذا مو رأينا واضح، هذا واضح دليل على صحة كلامي، ليس كلامي دليل على صحة كلامي. ما نبي دليل. إنزين المسألة الأخيرة بس، المادة 50 لما راحت المادة 16 الكل متفق أن المادة 50 هنا نحن نستنهضها. هذا كان كلام رأي الدكتور الدكتور إبراهيم محمود في جمعية المحامين، تقول رأي مادة 50 تسقط العضوية وعلى المجلس الإعلان، أي أن سقوط العضوية بحكم رأي بدل ما كان رأي كذي يقول ما كان رأي هذا. إنزين دكتور سؤال أخير بسرعة، ماذا يفترض أن يحدث يوم الثلاثاء بسرعة؟ كلامي واضح أنا. إيه يعلن من قبل من الذي يعلن؟ بإرادة المجلس وليس بإرادة الرئيس، لازم الأعضاء يوافقون. طيب. على الخلو فموافقة بأغلبية عادية. شكرا. طيب. شكرا لك دكتور. نرجع أكمل بقى. أسمح لي أنا لسه لازم أكمل. هيقول عصر المتلتل، هيقول نقطته. لا 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 ونرجع بيطول بيطول هيطول. أنا حسيبه يقول أنت اثنين، أنا حسيبك تقول اللي تقوله بس لكن لا 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 انت اثنين ضد واحد صح يا سيدي الفاضل. يا سيدي الفاضل لا 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 استاذ شفيق يا دكتور ابراهيم عشان انت 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 حضرتك بتقرا النصوص قراءه مختلفه خالص عن قراءتها الصحيحه. قراءه تقراها سطحيه. شوف حضرتك وفي حاله ده الماده 173 من الدستور وفي حاله تقرير قلنا احنا الجهه المذكوره عدم دستوريه قانون او لائحه يعتبر كان لم يكن. انا المحكمه الدستوريه عندي هنا. انا المحكمه قلنا احنا استنى الدستوريه وعلى اسمعني تصحيح المخالفه في الماده الخامسه. ايوه يا رجل هنصححها ازاي؟ صح المخالفه وتسويه الاثار بالنسبه للقاضي. المحكمه الدستوريه قالت هذا الكلام بالضبط. وهذا الكلام احنا قلناه ما قلنا غير احنا. انت بتقوله وبتقول عكسه. لا ما قلت عكس انا. انت اسمعني بس كمل دكتور. ما اسمعك انا نفس الكلام قاعد تقوله يا اخي تعيد وزيد فيه. فانه يتعين اخر ثلاث اسطر في الحكم. فانه يتعين القضاء عرفنا بعدم دستورية المادة 16 المطعون عليها. قلنا الكلام هذا. واعتباري كأن لم يكن. مع ما يترتب على ذلك من اثار. قلنا الاثار ايه. اهمها. انفاذ حكم المادة 84 من الدستور. ايه. لزوما. المنطوق ايه. ايوه لا ده الاسباب الجوهريه المكمله. راي المنطوق يا دكتور حضرتك لسه هتعرف ان حجيه الاحكام حجيه الاحكام للمنطوق وما يكمله وما يكمله من اسباب جوهريه ويترتب على ذات من اثار وفقا للماده السادسه من قانون انشاء المحكمه الدستوريه. هي المنطوق قال وفقا للماده السادسه. انا اقول لك لان الماده السادسه هي اللي تشرح ذلك. تقول اذا حكمت المحكمه بعدم دستوريه قانون الحين فانه عارف حضرتك لا الماده السادسه غير الماده السادسه يا رجل. لان احنا على لا ما يصير ما يصير على النهايه لا يقرا لا 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 يعني لا لا قاعد يقرا للناس نفس عندنا الحكم قارين احنا يا اخي مش عاوز ما يصير الكلام هذا. حضرتك لا عارف حاجه ولا عارف انت مش عارف حاجه انت مش عارف حاجه. نبي سيناريو الجلسه يوم الثلاثاء ما عندنا. انا هقول كلمه بيقول كل كلام عيد مره ثانيه ما يصير في السيناريو. اما صدر قرار مجلس الامه في 30 اكتوبر برفض اسقاط العضويه كان قرارا باغلبيه الحاضرين ولكنه لم يحوز على الأغلبية الخاصة اللي تطلبتها المادة 16 من اللائحة الداخلية لأنه صوت بالموافقة على إسقاط العضوية 31 عضو وصوت برفض إسقاط العضوية 29 عضو. أيه. كان ناقص صوتين عشان تسقط العضوية بالأغلبية الخاصة. النهاردة ما قال الدكتور محمد مقاطع وهو أيه. اللي أرشدني لهذا. نعم. وألهمني هذا قال ايه المادة 16 راحت افرضوا انها راحت وما بقاش لها وجود المادة 50 تحل محلها بس انتهى النتيجة غير المقدمة. قال ايه اكمل ثلاث كلمات جملتين حتى يا اخي المادة
المادة 50 هي اللي تطبق، وفاته أن المادة 50 تتطلب لإعلان خلو وإسقاط العضوية تتطلب أغلبية الحاضرين، فالقرار أصبح لو كان خطأ ما يصير طبق ده على ده، أصبح صحيحا والله يا عين، أصبح صحيحا، وأن الأمر لا يحتاج إلا لموافقة عامة ولا تصويب بالنداء اسم ولا غيره. رأيك أستاذ شفيق إن موافقة عامة موافقة يعني عامة. الرئيس يطلع يقول لا يعلم يقول إيه يقول إيه أنتم قررتم قبل كده، انتم قررتم قبل كده أيه؟ باغلبيه الحاضرين اسقاط العضويه الماده 50 لا تتطلب أيه؟ اكثر من اغلبيه الحاضرين. نعم. شكرا جزيلا. نعم. شكرا يعني ويتكلم زي ما يعني تفضل دكتور. اي يعني استاذ شفيق خليني ابي الختام معك. نعم. وقال يعني وكان خلنا في السيناريو ما علينا من نعم قال يعني ولا وقال على لسان الدكتور المقاطع بان وفقا للمادة 16 ما في أغلبية كان، بس لكن وفقا للمادة 50 في أغلبية، فإذا فلما تجول المادة 16 نطبق التصويت اللي صار على المادة 50. هذا افتراض غير مقبول لا عقلا ولا قانونا ولا يجوز أن يقبل. طيب. ذلك ليش ما هو المقلوب التصويت صار على المادة 16، كانت المادة قائمة، هذه قرار اتخذ على المادة 16، لا يجوز أن أفرض أتخيل بأن المادة 16 مش كانت موجودة النية هو التصويت. أنا أقول قرار برلماني وفقا لنية الأعضاء يصوتون على المادة 16، هو ما يصير نفترض لا هو الافتراض مبني على الافتراض. لا الافتراض مبني على أن حكم الدستورية يلغي المادة. نعم. من عرجها. نعم. وبالتالي نعم. التصويت لم يكن. لا التصويت كان موجود كأن لم يكن. لا ما لا فيرجع تصويتهم إلى المادة 50. المادة 16 كأن لم تكن صح، ولكن التصويت تم قرار وهذا قرار برلماني وفقا للمادة 16. هذا تسويت إنزل. هذا هو تسويت ما يتم عليه من آثار اللي مراضين يستوعبونه. المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية تنص صراحة وأنه يتعين تصحيح المخالفة وتسوية الآثار بالنسبة للماضي. طيب. الآثار بالنسبة للماضي هذا قرار برلماني لا يخضع لرقابة المحاكم إنزل. على جميع أشكالها وعلى جميع اختصاصاتها، ومن ثم فهو قرار قائم وفقا للمادة 16 وأن ألغيت صحيح ألغيت بأثر رجع أنا معك، بس ما لكن أثرها قائم. لا بس لكن احنا ما نفترض ناخذ ما تم عليه ونركب على شيء ثاني فك وتركيب، هذا عيب الكلام هذا. انزل. من الناحيه القانونيه مو قصدي يعني انت. انزل. ولكن لا يجوز في الحقيقه ان نركب شيء ونقول الدكتور المقاطع قال شيء ما قال غير كذي. الحين انا سالت وسالت الدكتور نواف عن سيناريو الجلسه الاخيره معك دقيقه. انا رايي يعني في سيناريو الجلسه الاخيره. الجلسه الاخيره. نعم. ما الذي يجب ان يحدث؟ يحدث يعني الامر رئيس المجلس الاستاذ مرجوق الغانمي يعني امام حكم المحكمه الدستوريه، ومن ثم يقول انا وما يترتب على ذلك من اثار هذا الموضوع اللي بالنسبه لي انا الان قاعد استوعبه او انا ابي اناقشه مع المجلس ما يترتب على ذلك من اثار، قد يقول بينما ترتب على ذلك من اثار يا 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 يا, يا, يا اعضاء مجلس ما هي اقتراحاتكم، فيقدمون اقتراحاتهم لان يعني يحلون الموضوع على اللجنه التشريعيه تقول رايها او انهم المجلس فانت ترى ان العضويه قائمه. نعم. والحصانه قائمه ولا نناقشها الان. بس انا النقطه الاساسيه بالنسبه للحصانه في الماده 111 ايه؟ واضحه وصريحه شو تقول؟ تقول لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حاله الجرم المشهود ان تتخذ ضد العضو اي اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي تدشون الحبس. يعني جميع القوانين الجنائيه الكويتيه تقول تقرر وانه في حال تجار بالمخدرات او في حال حبس كان حرام الف دينار الف دينار تقول بالنهايه الحبس هو الحبس الاحتياطي ابدا. هذا افتراض من عندك. لا 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 انت من عندك تريد الف دينار. لا يجوز ان نلوي النفوس الحبس الاحتياطي ابدا. لا 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 بدليل ان الماده 26 من الدستور الفرنسي ذكرت الحبس بمعنى اللي هو الحكم النهائي. انزين كذي مقصود. لا نفترض من عندنا الحين المطلوب لا نفترض لان استاذ شفيق لان انت تحط عندي 1000 دينار والدكتور القانون تحط عندي 1000 دينار ونسال اساسه التقرير وانا احتفظ لا بالقانون الجنائي استاذ القانون الدستوري والدستوري. نعم اسمح لي لان قاعدين نختم ترى قاعدين نختم لان الافتراض والتوسعه هدفها عدم تعبت والله تعبت
تعبت من الزعيم. لا بدل الحوار احنا في ختام الحلقه انت احنا في ختام الحلقه انت علمتني الزعيم احنا في ختام الحلقه ما علمت شيء مفيد ما علي انا اعتذر منكم الاثنين علمت شيء مفيد علمت معلومه مفيده في صديق عزيز جدا على قلبي ليواجه معضله عوده يقول مخي عورني انا اليوم الصراحه من كثر ما سمعت ارقام ولوائح وقوانين مخي عورني الله يعين مجلس الأمة على يوم الثلاثاء القادم سمعنا منك سمعنا من الأستاذ وسمعنا من الدكتور نواف و 1000 دينار بتحطها عندي 1000 دينار بتحطها عندي وإحنا ننتظر تحقيق 10,000 إلى 1000 ارفع الجلسة انتهت الحلقة الليلة حياكم الله